جزء من ذكر الله سبحانه وتعالى ان ربنا امرنا بذكر نبي صلى الله عليه وسلم. يعني انت بتذكر الله باذكار امرنا فيها بذكر الله، لكن ربنا يقول لك صلوا عليه وسلموا تسليما. ايه ذكر؟ انك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، انك تفتكر النبي صلى الله عليه وسلم. بص انا من اول يوم عمال اقول لكم مش هتحس بحلاوه الذكر الا لو عشت المعنى، وانا النهارده بقول لك مش هتعيش حلاوه الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم الا ولو اتعلقت بيه، الا لو حسيت انك بتحبه قد ايه، الا لو حسيت هو قد ايه بيحبك هو وحريص عليك وبيخاف عليك، الا لو حسيت قد ايه انت محتاج لرسول الله صلى الله عليه وسلم. عشان كده هلخص لك فكره، والفكره دي انت خليك وانت بتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم قلبك كده منفعل بحلاوه الصلاه على النبي. النبي له شفاعات كتيره، 7 شفاعات للنبي يوم القيامة، كل شفاعة منهم أنت محتاجها. أول شفاعة إن الحساب يبتدي، ما إحنا هنيجي يوم القيامة يا جماعة واقفين في الحر والشمس سنين طويلة، حاجة صعبة جدا. طب وبعدين هنفضل في الحر ده لإمتى؟ لدرجة إن الكفار يقولوا طب نخش النار بس نخلص من الوقفة دي، نروح لمين يخلصنا من الوقفة دي؟ تلف البشرية على الأنبياء كلها، ادعي ربنا ان هو يخلصنا يبدأ الحساب، بس احنا مش عايزين غير شفاعة في بدء الحساب. فكل الأنبياء يقولوا لسنا لها، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا لها، ويسجد تحت العرش ويحمد الله بمحامد لم يحمده بها إنسان من قبل، فيقول له الله يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. الشفاعة الثانية شفاعة النبي للمسلمين من عطش يوم القيامة، أصله هيبقى عطش قوي، فيسقيك بيده شربة لا تظمأ بعدها أبدا. يلا قول بقى، افضل قول اللهم صلي وسلم وبارك واملأ قلبك بحبه. الشفاعة الثالثة شفاعة بالمغفرة لأصحاب المعاصي الكبيرة، لأن أصحاب الكبائر ما لهمش يوميها إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلو عرفوه لأحبوه. الشفاعة الرابعة شفاعة بدخول الجنة بلا حساب ولا عذاب، يا رب نكون منهم 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. يقول النبي فاستزدت ربي زيائك، قليل يا رب، فزادني مع كل 1,070,000، يعني 4,900,000. ياه بالله عليك، مش تصلي وتسلم عليه بنية ان يتملي قلبك بحبه فيشفع لك يوميها؟ قولوا وانا بتكلم. الشفاعة الخامسة شفاعة لأمته كلها انها تنجو من النار. يا سلام، كل الأنبياء يقولوا نفسي نفسي وهو يقول أمتي أمتي. الشفاعة السادسة شفاعة في إخراج من دخل النار من أمته، فلا يبقى في النار إلا العصاة شديد العصيان. الشفاعة الأخيرة الشفاعة اللي نفسنا كلنا فيها بمرافقته في الجنة يا رب. بس دي عايزة ناس أخلاقها حلوة، أصل هو بيقول أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا. عايز تنال القرب ده، عايز تنال الشفاعة الأخيرة دي، عايز أخلاقك تبقى شبه أخلاق النبي أو قريبة منه أو على خطاه، صلي عليه كتير. ليه؟ أصل أنت كل مرة بتقول اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد بيحصل في قلبك إيه؟ تحبه وتتمنى تبقى زيه، ففي عقلك الباطن تقرب خطوة من أخلاقه، فيبقى الصلاة على النبي بتجسد في عقلك الباطن محبته ومحبة تقليده. الله، شفت؟ يلا يا جماعة يلا نبدأ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.